وات؟ طب ايه الحوار؟ وات؟ استهبال؟ وات ايه السين ماذا فكر؟ يا بنت الجزمه اهدي بالزبه انا عارفها بسمعها من ايام ما كنت بروح سمع علي بابا. يا لولا يا لولا يا لولا. نعم يا سيدي. انا سيدك ايه بس يا شيخه؟ مش اللي يجيب بضاعه اتاكد ان هي صالحه لاستخدام الادام الاول؟ مفيش اي تفاهم بيني وبينها من اي نوع. بيني وبينك انا كمان مش فاهمه منهم حاجه خالص، بس الزباين مبسوطين منهم قوي، طلب عليهم جامد. ايوه يا حبيبتي دول اجانب في بعض، لما يكون عندك طلبيه لحد ابن بلد زيي بتيجي بالمترجم بتاعها، دي بمترجمها معروفه يا ماما. طب استنى اشوف لك مترجم في الرجاله اللي قاعدين جوه يخيبك. ترجم جاي وهتستلقي وعدك النهارده. اصبري ابعدي عني، نفسي قفلت منك بكيف تتعلم الانجليزيه بتاعتك دي. وات؟ بيت ام غبا الاجانب. دلوقتي احنا عندنا بروبرد انا وانت مش نافعين بقى. واخد مترجم يجي واخد ليله مبسوط، انت افع واحد زغروطه. سكي على المترجم يا ليلى دار. اللي حصل الليله دي غريب وعجيب على بيت سالم الجرحي. انتوا في منكم اللي اشتغل معايا بقاله اكتر من 15 سنه، وفي منكم اللي ما كملش سنه او سنتين، وطول عمر الدنيا ماشيه زي الساعه، ولا في حاجه راحت لا كده ولا كده. انا لا عمري خونت حد ولا سرقت حد، انما عشان بيت سالم الجرح يتسرق يتنهب عيني عينك يبقى غبي أو غبية اللي يفتكر أو تفتكر إن الحاجة دي هتخرج من البيت ده. البوليس عمره ما دخل بيت سالم الجرحي، مش عشان أنا عندي نفوذ، لأ، لأن أنا قادر إن أنا أحمي بيتي وأهلي وأرجع لهم حقوقهم. أنتوا قدامكوا دقيقتين، واللي غلط الغلطة دي وطاوع شيطانه يراجع نفسه ويرجع اللي سرقه، لأن أنا عندي الحسنة بتخص والسيئة بتعم. يا سالم بيه، إحنا كلنا على استعداد تتفتش أوضنا وكل حاجاتنا، وزي ما حضرتك بتقول دي أول مرة تحصل، ودي حاجة تمس شرفنا. لازم اللي سرق يبان عشان الباقي ما تاخدوش في الرجلين. انا مش عايز اظلم حد لاني ما اعرفش الحاجات دي اتسرقت امتى. احنا موجودين كلنا هنا سعادتك وتحت امرك. لا رشاد مش هنا. اكسر الباب، فتشوا الاوضه. حد يطلع يشوف البيت ده فين؟ لقينا دول صعب. خس عليك يا رشاد، كده زودت وشنا. وانتوا ذنبكوا ايه؟ خلاص كل حاجه بانت واتكشفت. اكيد لما عرف ان انا بعت لكم هرب. اكيد من لبخيته وساب الحاجه في الاوضه. ايوه يا سليمان، انا خلاص عرفت مين اللي سرق الحاجه. اسمه رشاد ابو العزم سرور يا فندم. رشاد ابو العزم سرور. لا لا ما تطلبش البوليس، خلاص ما دام الحاجة رجعت وموجودة وكل حاجة كاملة خلاص. ربنا يبارك في سعادتك سعادة الباشا، وأنا بالنيابة عن كل زمايلي مش هننسى معروف حضرتك ده أبدا، وإن شاء الله هنكون عند حسن ظن سعادتك. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. خلصنا. يلا هات المكاتب. حاضر. ايه
ايه ده؟ ايه كل السلاسل والحجيره دي؟ عشان يغطس ما يهبش، عشان حد من الغطاسين يشوفه تبقى جريمه فعل فاعل. ما بلاش فتاوى يا سليمان، تاخد المركب للحته اللي فيها سمك القرش ترميه هناك وسيب الباقي عليهم. امرك يا باشا. خلص. حاضر. اللي يشوفكم انتوا بتقزقزوا جوز العصافير اللي كانوا معاكم دول يقولوا ان عمركم ما شفتوا حريم، مع انكم متجوزين. اسما متجوزين؟ اسما يا سيد. الفعل كل شهر بناخد 5 ايام اجازه، منهم يومين بيضيعوا في الطريق، يوم رايح ويوم جاي. اه يعني عقبال ما بتوصلوا لو عرفتوا تقلعوا هدومكم يبقى بركه. ماشي يا عم سيد، اتريق براحتك. ما هو زي كده ما بيقولوا في المثل اللي على البر عوام. الا صحيح يا سيد انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ والله تقدر تقول مش لاقي اوضه فاضيه. نعم مش فاهم يا سيد. بص يا سيدي، انا عايش مع ابويا ومرات ابويا واخت مرات ابويا، اخواتي الاثنين في شقه 3 اوض، انا واخويا اسامه وطارق في اوضه، واخت مرات ابويا في اوضه طبعا، وابويا ومراته في الاوضه الثالثه. انت ابوك متجوز على امك يا سيد؟ لا، انا امي ماتت وانا عندي 5 سنين، بس ام الواد اسامه عايشه، بس ابويا واقع معاها ومحرج على الواد ما يكلمهاش. اما طارق بقى اخر العنقود من مرات ابويا الحربايه الاخرانيه دي. انتوا حد فاهم حاجه؟ من الاخر ابويا ما بيفضيش الاوضه من النسوان. يبقى انا هتجوز امتى؟ ايه ده؟ انتوا لسه سهرانين؟ حبيبي ما انت ما اتكلمتش تطمنا. معلش سوري، الحاجه كلها هنا. طلع رشاد فعلا؟ ايوه. غريبه قوي، مش ده معاك بقاله سنين؟ مش بالضروره، ممكن يكون اتزنق في قرشين الكسف يطلب سلفه فسرقهم. انت على طول حللتها؟ طب وعملت معاه ايه؟ هو انا لقيته اصلا؟ الظاهر انه هرب. طب بلغت البوليس؟ كده ممكن يحصل شوشره ملهاش داعي. المهم انك بخير يا بابا. كل اللي انا عايزه دلوقتي اني اطلع انام. يا حبيبي انت واقف على رجلك من الصبح، تعالى بقى احضر لك الجاكوزي عشان تستريح شويه. هو انتوا مش طالعين تناموا ولا ايه؟ لا طبعا. تصبح على خير. تصبح على خير وانت من اهل. الله، هو انت خدت على البيت وهتنطنا كل شويه؟ عتبه الباب اتبرت يا اخي. مالك بس يا قمر، زعلان ليه يا جميل؟ ما بحبش الزجزاج، ما بحبش العوج، تعالى معايا طوالي. اوكي، اموت في الطوالي واحب الطابع الحامي. بص بقى يا قمر، دلوقتي حسب ما فهمت فرحات راح في التبات والنبات وقضيته اقل ما فيها 5 سنين. يا لهوي،